وفي عالم الحقوق والمسؤوليات العامة، تظاهر أهالي منطقة المطيحة بمحافظة البصرة بسبب عدم استكمال مدارس تم هدمها من أجل فك الاكتظاظ بالصفوف، إلا أن السنوات تمر وبدل الحلول وإنهاء الدوام الثلاثي تحولت المدارس إلى دوام رباعي، ولد استياء كبيرا لدى الأسر بسبب قرب العام الدراسي. هذه المدرسة هي مدرسة المطيحة ومدرسة تونس ومدرسة الحسن العسكري الذي تحتوي على دوام ثلاثي والتي تضم في طياتها 1900 تلميذ وتلميذة. هذه المدرسة تعرضت للهدم في حملة لإعمار المدارس في سنة 2019. منذ عام 2019 وحتى سنة 2024 لا تزال هذه المدرسة على وضعها. التعليم حق كفله الدستور، ولا بد للطالب أن يتعلم، لا بد من توفير المكان له حتى يتعلم. نطالب الحكومة المحلية ووزارة التربية ووزارة التخطيط بالسرعة الممكنة لإعادة هذه المدرسة إلى البناء. هاي المدرسة صار لها 5 سنوات، 3 مدارس تداوم بها هدموها. شوفوا الأطفال، شوف الأطفال والأهالي طالعين طالعين، يعني الناس تحرص أن تتعلم، والدولة شوف يومية اجتماع والتعليم الإلزامي ومحو الأمية، ونشوف كل شيء ماكو. بالعكس هم يردون الأمية تعم، يعني ما أعرف ليش هذا المنهج جاي يهدمون المدارس اللي تتهدم أكثر من تنبني، كأنما يردون يقضون على التعليم. مو بس الاهتمام بالمدارس، لا الاهتمام بالتربة، وشوف وزعوا قطع أراضي كل شرائح الموظفين ما عدا التربويين، ما طهم كأنما مستهدفين. هسه الوزير يقول يطالب التربويين بلبس زي موحد اثناء الدوام الرسمي، يجي اجى المدارس شاف ما بيها تكييف حتى مراوح بها، شلون يلبس لقاط ورباط المدرس داخل المدرسه حتى مروحه ما بيها بالصيف؟ يعني ما اعرف قراراتهم مبنيه على شيء. طبعا تهديم المدارس مو جديد، اول حكومه شكلت كان وزير التربيه خضير الخزاعي، هدموا المدارس على اساس يبنون هاي المشروع الهياكل الحديد، اعطوها الشركه، هدموا المدارس والشركه قالوا خذت الفلوس وطفرت الشركه، والحد الان اكو مدارس من اقصى وسط العراق الأقصى جنوبه، هاي المدارس موجودة لحد الآن قسم ما كملته موجودة. للأسف كأنما منهج يردون يجهلون المجتمع ويطلعون برامج عن محو الأمية ومحاربة الأمية. ليش جاي تهدمون المدارس؟ وين هاي الأطفال تروح؟ وطلباتنا أول طلب، إحنا نريد أقل طلب نطالب به، يعني لا نطالب ماي، لا نطالب كهرباء، لا نطالب كل شيء، أقل طلب نريد مدرسة لطلابنا. وهذا أعتقد الدول الفقيرة التعبانة عندهم أحسن من هاي المدارس. اقل طلب رايدي هو هذا من المحافظ، من رئيس وزراء، من ابو التربيه، هم اللي باعوا هاي المدرسه. هاي المدرسه خرجت دكاتره، خرجت محافظين، خرجت هي المدرسه المطيحه. اقل طلب نريد، احنا نريد بس طلب مدرسه جهانه، كل شيء ما رايدي، كل شيء ما رايدي، لا تعيينات، كل شيء ما مدرسه يداوم بها طلاب ابتدائيه. بس انا عتبني على الاستاذ سعد العيداني، اسعد العيداني تعدى منا فتح مستشفى الفراهيدي، هاي مستشفى اهلي، وتعدى على المدرسه ما باعوا عليها، ما يدري بها، ومن هب الخصيب من القضاء الرجال. هذا عتبنا كله عليه، وهاي مظاهرات صارت هسه بالمطيحه. انا شحاقين ماشي 5 جو، مظاهراتنا راح تصير بالتربيه. راح نقطع شارع التربيه على مدير على المهندس المقيد، اشوف هالمهندس اللي متعاطي ويا الشركه وين صار؟ الشركه لها مده محدوده، لها 6 اشهر سنه تخلص، صار لها 3 اشهر، شلون ما غرموه؟ ليش ما سحبوا العمل من عنده؟ له قانون، ما قانون مقاول، مقاولات لازم العمل ينسحب من الشركه، ليش ما سحبوا العمل من الشركه؟ شنو ليش ما سحبوه؟